إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مستشار بشرى، مستشارة مقاطعة تبريكت ورئيسة جمعية ينابع المعرفة ومسيرة مؤسسة ينابع، مركز ينابع المعرفة. أنا اليوم كنت واجد مع القلوب الطيبة، مع الناس بصراحة اللي طيبين، وبصراحة قمنا بواحد العمل جبار. تحية للإخوان كاملين، وهذا بصراحة الناس اللي جازوا التعبير على العمل الجبار اللي كيديروه في داخل سكينة سلا. شكر القلوب الطيبة بهذا المجهود الجبار اللي كيقوموا به بمنهم الخاص. وكانت ماشي أول بادرة، يعني راه بادرة الأولى والثانية والثالثة، ومازال إن شاء الله غنزيدوا القدام مع قوات ديال القلوب الطيبة، وكنديروا يد في يد باش ننجحوا هذا المجمع الطيب. رسالتي لساكنة مدينة سالة أننا نحافظوا على الحي ديالنا وعلى النظافة ديالو، ونساعدوا هاد عاملات النظافة أنهم ما يضربوش تمارة، وسيرتو في هاد الحرارة وفي هاد الجو اللي مساكن تا هما كيتكرفصوا فيهم، وكنحييهم بصراحة بهاد المجهود هذا. ونشكر جريدة إفادة على تغطية الحدث، وكنشكر السي بليندا، وتحياتي ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين أيت بن جدي، رئيس جمعية أجيال المغرب الثقافة والمفوض الوطني لجهة الرباط سالة القنيطرة لمنظمة الكشاف التطوعي وفاعل جمعوي وعضو نشيط في مجموعة القلوب الطيبة لتقوم بهذا العمل الخيري أجل السيدات النظافة. تقولش حنا الأمهات والناس العيالات تقوموا بواحد الدور كبير 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 في إسعاد المواطنين، تقوموا بواحد العمل جبار، يعني تفيقوا بكري ويجيوا باش نجيو حنا والنظام ويجيوا نلقى واحد الحي نقي، يعني بالفضل ديال هاد الناس اللي تعتبروا هما السفيرة ديال البيئة. وهاد الناس وهاد العاملات تنعطيهم يعني واحد الشكر كبير كبير كبير. اما حنا كمجموعة ديال القلوب الطيبة فهنا درنا واحد العمل، هو عمل اللي بغينا يعني هاد الناس هادو خلو نكرموهم تيستاهلوا اكثر واكثر واكثر. حنا واحد العمل بسيط، واحد المجموعة ديال الفاعلين الجمعويين وواحد النساء اللي اعتقد تبارك الله عليهم قاموا بواحد الواجب كبير لا ماديا لا معنويا، يعني من هذا المنبر تنشكر هاد النساء ديالنا ديال عاملات النظافة على هاد المجهود الجبار اللي تيقوموا به داخل الوطن وداخل هاد المدينة سالة باش تصبح مدينة نظيفة 100%. وشكرا شكرا شكرا لهاد النساء المناضلات. السلام عليكم، معكم نعيمة الزعري، مديرة مؤسسة الجيل الصاعد بحي الانبيعات، وكذلك رئيسة جمعية اليسر للتربية والتعليم الأولي، وأمينة مال الفيدرالية الوطنية للتعليم الأولي بالمغرب. اليوم لنا الشرف أننا نكون مع مجموعة القلوب الطيبة. هذه المجموعة تضم مجموعة من الجمعيات وكذلك مستشارات داخل مجلس عمالة سالة. لنا الشرف أننا نكون معهم اليوم إن شاء الله. تحية وتقدير للمرأة اللي خرجت لهذا الميدان ديال النظافة، عاملة نظافة، فتنشكرهم جزيل الشكر على المجهودات اللي كيقوموا بها في مدينة سلا. لولاهم لكان هناك أشياء في الحقيقة التي لا يحمد عقباها. تحية كبيرة لهم من هذا المنبر، تحية للمجموعة ديال القلوب الطيبة، وتحية لكم إفادة، برنامج إفادة. واحد نصيحة واحد كلمة بغيت نقولها الحق في حق المواطن المغربي، وأنه يساهم ولو بالشيء القليل القليل جدا مع هاد الناس اللي تينقيونا وتيحرصوا على نظافة المدينة ديالنا. فإحنا اللي داخل البيوت ديالنا تيصعب علينا أننا ننقيوها، فبأحرى هاد العاملات ديال النظافة. فالله يجزيكم بخير، هذه رسالة لكل مواطن. قبل ما تلوح هذاك الكاغيط في الصنقة فكر في دوك الناس اللي غايجيو يهزوه. شكرا لكم. سيزا مديرة ديال التعليم الأولي، احنا اليوم كنديرو تكريم المنطفات ديال سلا والعاملات ديال النظافة، هو في حقيقة تكريم وتشريف، وكنرفعو لهم القبعة. هذه أول حاجة، وكنشكر الأعضاء اللي ديال القلوب الطيبة، لا من فاعلات جمعويات لا من جمعيات المجتمع المدني. كنشكر كل
كل شيء في حقبة المبادرة اللي درنا لهاد الناس كيستاهلوا أكثر. أول حاجة كيستاهلوا التكريم، كيستاهلوا التشريف، وكيستاهلوا يكون عندهم حقوق. تنظن أنا خاصهم الحق ديالهم من جميع الجهات، لأنهم هما منطفات، ماشي ضروري يكونوا حاصلين على شواهد، ماشي ضروري يكونوا، ولكن هذاك الشيء اللي كيديروا كيبان لي أكثر من كل شيء، أنهم خاصهم ياخذوا حقوقهم ويكون عندهم صالر ديالهم مزيان، يكون عندهم حق بحالهم بحال الناس اللي عندهم شواهد ولا عندهم مستوى. بالنسبه لي انا وكنطلب من المجتمع النظافه لا بالنسبه للحي ولا بالنسبه لكل شيء. علاش؟ لان تنساعدوا دوك الناس اللي كينظفوا، وهذه بلادنا خاصها تكون نقيه ونظيفه، تكون في المستوى ديال دول اخرين اللي متقدمين علينا. وشكرا. السلام عليكم، نكيل بهيجه رئيسه جمعيه مغرب تضامن، موجهة تربوية، رئيسة جمعية أطفال الإحاقة لأطفال التوحد. باسمي وباسم جميع المجتمع المدني، جمعية المجتمع المدني، كان بغي نشكر الجماعة الحضرية اللي حلت لنا الباب ديالها باش درنا واحد الحفل اللي فرحنا به عاملة النظافة. هاد العاملات اللي هما ضيد الله النهار كامل، هما في الشمس في الأزبال وفي هذا، لأنهم عندهم العمل مضاعف، ماشي بحال الرجل، العمل داخل البيت وخارج البيت. وهاد الناس اللي كم تنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنرفع عليهم القبعة. وكما يقال خادم القوم سيدهم. وحنا من هذا المنبر كجمعية القلوب الطيبة درنا واحد العمل اللي اشتركنا فيه جميعا بدون استثناء، باش نفرحوا هاد العيالات هادو، وباش نعطيهم واحد القيمة. وكنبغي نشكر واحد المجموعة التربوية اللي كانت دارت لنا واحد الأمدح نبوية وفرحت هاد الناس كاملين. وكنبغي نشكر جميع كل من ساهم من قريب وبعيد في هاد الحفل هذا. باسمي وباسم جميع جمعيات المجتمع المدني، أتمنى الشفاء العاجل لسيدنا، الله ينصره ويخليه لنا دخل لهاد البلاد هذا، وحنايا كنتمنوا ليه الشفاء العاجل. كما نشكر جريدة إفادة على تغطية هذا الحدث وجميع المبادرات اللي دارت معنا كاملة. شكرا. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يا شريعة الحق يصبري، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.